يا سيدي السلام عليكم سيب العيد، مرحبا بيك. مرحبا بيك، قلت لك بيك اكثر سيدي. قد منا روحك؟ لا بالعيد، من بالعيد خالي. هاي 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 وين وين والد و وين تبات الغير؟ عام قداش؟ عام 31 1931 1931 أيه. بطن عيش هذه 19 شهر زوز 19 شهر زوز أيه. احكي لنا شوية على تاريخ ولاد شريط، كان كان مازلت متذكر، مازلت متذكر ولا لا؟ شريط راهو مو شريط الوصمة زنابيل حتى ما يحضوا قسمه ما يريد مسمك والعياد الزينة ولا شريط، هم الأبطال متاع الهمام. بارك بن شريط شكون معنا في حطم بن يزيد كان مبارك بن شريط. شكون مبارك بن شريط هذا؟ مبارك بن شريط جدنا نحن الخوالية. كيفاش جد الخوالية؟ مش جد ولاد شريط كلها؟ جد أربع فرق اللي هم الحفايظية، ولاد عبادة، ولاد عمي. هاي ايه شفت راه هيك هاي احكينا عليه شوي. شفت مرة من الولاد فرحات فرحانية من الولاد فرحات ابو زيد من غد اي زي ما نقولها بن يزيد على البل نتاعها. هزل البل نتاعها بن يزيد وروحوا بها لبن يزيد اللي دبر عليها، قال لها ابنك لا مرض حالك مبارك بن شريط مرض حالك حتى حال. هزت البيت نتاعها من الاسودة وجدت الاسودة هذه. وين جدت الاسودة؟ ابو زيد من غادي باه تحوس على بيت مبارك بن شريط. وين بيت مبارك بن شريط؟ وين بيت مبارك بن شريط؟ وين خلص العمر؟ قالوا لي هاني بيت مبارك بن شريط، هاني بيت مبارك بن شريط. خلص جوز الجمل وهز البيت على الجمل، سارح معناها جوز الجمل وهي راكبة على الجمل، قالوا لي هاني بيت مبارك بن شريط. جد قدام البيت وبركة الجمل قالوا جيتك، قالت له جيتك واستعنيتك وحطيت بيتي قبلة بيتك وحيلة ياما حبت البل نتاعي. لا رد لها لا أحمر ولا أسمر، المرأة عندها قيمة كبيرة ياسر. المرأة جاء لعيلته وقال لها برا قولها نهار زوز في الصيف تجيك البل نتاعك. مشت قلت لها برا 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 نهار زوز في الصيف هز 11 فارس. شكون هذا مبارك؟ مبارك اي 11 فارس هو البطل تاع الهمام. وتموا ماشي وينقطعوا خلطوا التراب بن يزيد ونقوم مرات تحبس في الحصب ويشوفوا في العمارة عندهم عرس. قال لها يا ولية اش تعمل هنا؟ شنو أنا مارة عندك؟ قالت له بايا رانا عرس فيش فرسان ياسر. قالت له القحطة كيف ياسر وفرسان لعدو قلاب. قلت لها عارفين هم كبار بيه. رد لها قلت له ما شكنت خال مبارك؟ قال انا هو. قلت له يا بابا يا رجل حتى راكب الزرقاء هو الاول ما تشوفنيش فيه. كيفاش؟ قال لها راكب الزرقاء هو الاول. اي. ما تشوفنيش فيه. اي. قال لها نعرض له شريعه النبي ثلاث مرات.
رجع ما رجعش. ثم مشي خلطوا للمعلم فيه البل مانا تشرب. خلطوا للمعلم كما فور عنا نحن بكنا من بعض بوير. يقول نجع يشرب الماء يتسارح مانا ادخل طلع ابلك يعرف ابله سارح. يجبدها ما يتبع البعير وكل عبد يتبع يريف على البلاصة. إيش بدك البل في سبع أصبعها كل ما أنا في هذاك هو قال لهم الفحل ما فهمش قال لهم هز فحل فيه. وشربوا ما أنا فهمت. سارع ساق البل وهم يتبعوا فيه من ثاني. مشيت أكثر ليها تفزع. إي. في الورد. إي. فزع ذاك الفرسان معنا وجدت لاحقة. أول ما يخلص يخلص بدرجة هو الأول. اللي وسط عليه المرأة. اي قالت له يا ولدي راني مسي علي يا ولدي راني مسي علي يا ربي. ما هو سيدي ربي ثلاث مرات. ماذا شرع؟ قلت بوش أعطاه ضربة. قلت بوش بقى. خلط مبيه فعجبه هو مربو شوش هو مقبل. حكوا مشوشته. وبعد الوقت جاء مضروب بوش. المضربة ضربة المضربة تريد عليهم وعليه مازال مازال يجي واحد يلح وكان أمه اللي عطقت باسمه أرجع معروف الضربة متاعه أوه برا 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 قال له اسمه يا مبارك قل لي علوش البحثوك قال له عظم الغزر تنمشي ساجد ساجد بلا روحوا بيها البلاد هكذا يا حمرا أفهمت يا سيدي وهنا بتغضى هذا الزبل وراث الأسود برا 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 يا زمان هو يا زمان سمعت به مريض اي جات من الأسود جات عند راسه قالت له مبارك يا صوت الحرام اللي يهرب لك ينجى واللي يهرب منك لوين ينجى برا 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 اي خطرة مشى الممشى مع عدوه هم اي شكون الممشى هذوم؟ الممشى هم منه خطرة فرشيش شكون؟ توا شكون؟ توا شكون معروفين؟ الممشى اي ما تسمعش بهم نسمع بهم اما شكون توا تقولوا الهمام حلفاء بن يزيد اللي هم اش يرجعوا توا؟ يرجعوا الممشى فانا بلاصة وين؟ فانا منطقة؟ العرايش اي لا علينا فيها ماي تعاركوا فهمتي سيدي شغل بان هز عيلته تماشي معنا شكون هذا مبارك؟ ماشي للمام تعارك هو وشكون؟ للمام شعبي هو من تعارك؟ تعارك هو اي ماليه والمام عدو اي مشى للعدو مشى للعدو اي حكموه اي زوج قبائل في بعضهم يتلاحموا في بعضهم زوج قبائل القبيلة اللي فيها هو تروح في النهار تروح مهزومة مغلوب مغلوب جتهم مرت مبارك مرت أكبر ذاك قلت له راهو لما فيكم شراجي ما فيكم شاطحك مرت مبارك مشت للمرت القايد قلت لها راهو مبارك هو اللي منعك اي جيت وقلت له بابا تبلك في عيوني انا وبابا ما انا عامل جاه ما عاملين سكت ما جابهاش قال المرت برا قول لها وخذوا اعملوا جحفر الجمل اي عامل الجحفر الجمل وصقوا العطوش وركبوا فيها بنت جاي وحطها بين الميدان بين الصفوف كما نقولوا هذا قبيله نتاعه هو القبيله الاخرى جايه من باش يتعاركوا معاه
ركبوا العطوش على الجمل وركبوا كطفل هذيك على الجمل وشوقوا وجابوها بين الميدان بين الصفوف. ومبر عنده فرس بقلها عيون عامل لها زنيها بذهب عيالي ذهب. بقلب على اللي يذهب يركب ركب على الفرس وما شافوا حتى حد جاب ثنية أخرى حتى من يعرف باش بقى من يعرف ودخل في الثنية ذا أنا فا يضرب معنا في الثنية اللوح المكحلف الفرس اللي يضربوا يهز السلاح نتاعو يلوح في العطوش هز يلوح في العطوش روحوا ذوك مهزومين طول ضربة واحدة تغلبوا على المرشين غالبين أول مرة تم ذاك المشين وهذاك المشين أروح لهذا يقول عملتنا لهذا يقول عملتنا قلت له بنت الجيد اللي عمل مش فسطكم اللي عمل أي. مش فسطكم مش هنا هي ها؟ المرأة بنت الجيد يا روح حاصل سيدي قالوا مبارك بصريف هو عمل العمل هاي قال لهم جاية الواحد ثلاثة أربع شيء كل واحد بعير سنين ونعطوه معنا في عملوا بالبل ونعملوا قال لهم ايش نسي حاجة لهذا يعني ولد عرش ولد ثمينة وهي منا ونيا لبس علي لا عنيش حتى شيء قال لهم ما في شيء نهار نهار زيلا وخرب قال أنا قال لهم ما عندي قوي صوتك قوي صوتك شوي قال لهم عندي 40 فارس جاية تو اي فيها فارس مش كل 39 نوع واحد وفارس كمال 40 نوع واحد و40 سلوكي اي فيها سلوكي مش تابعة للقبيلة ذيك مش تابعة 39 يا له فانت في الخارج بقول وش دق الكلب والاخر بقول له ماهر بجنايب ومعناه تكذب كذبوا فيه كذبوا فيه ذكر راسه طلع سبطايا وقال أول ما خلطت الخلطة السلوكية نتاعو هي الأولى جت مرحبين فهمتي جت دموع السخن منين طلقوها 40 فرجة جت هذا أفهمت يا سيدي يا سيدي جو باش يروحوا بيه؟ إي قال الجيد هذا كان ما نعطيش وكذا وكذا سيدي إي قالوا لك الشعرة بلف شعر هزوه فهمتي هزوه روحوا بيه توا الحكايات هذه شكون ما عندش شكون تعلمتها ما عندش شكون معناها احكي شكون حكاها لك الحكايات هذه شكون يحكي لك فيها انت قبل حماجيلي شكون حماجيلي هذا حماجيلي من العباد هذا المؤرخ معناها نتاع ولاد شري هذا اللي يعرف التاريخ الكل يعرف التاريخ الكل حماجيلي يعرف التاريخ الكل نتاع الشريط نتاع الهمامة نتاع بن زين كل انت القصص هذه تحكي فيها معناها هزها من عنده هو هل منين ما منش بهذا هو معناها انسان فيقة معناها ما انسان معناها فهمت سيدي كي يحكي الحكاية ما يزيدش يحكي الحكاية معناها من دماغه معناها مش أنا قالوا له ولا كذا ولا كذا. باهي تو تنجم تحكي لنا شوية أكيد أنت حضرت عشت فترة الاستعمار وحضرت على الأزهر الشرايطي. حضرت احكي لنا شوية عليه. الأزهر الشرايطي. إي. الأزهر الشرايطي يا سيدي مرحوم سلام. هو بطل الهمام
كي مبارك جاء مبارك نقولوا نحن توا فترة جاء فيها مبارك والفترة الأخرى من بعدها جاء لصق باه اي فلسطين عام قديش؟ عام 47 شال فلسطين تخلى على جزرنا نتاع إسرائيل معنا شعلها جاء واحد فلسطيني قال لي نعال بوكن يبليك بالصعبة اي يهز روحه في كلاثر وقروح روحت هنا اللوكيان دخل الدموس تخليه يخدم في الدموس اخذ يخدم اي عام قديش هذي عام الخمسينات في الخمسينات فهمت يا سيدي برا 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 بورقيبة قال لي نعمل ثورة ونعمل فالسيدي ضرب الاستعمار أحمد تليلي هذا معناه فالسيدي رئيس الاتحاد العام التنسيري الشغل عام قديش؟ خمسينات ما تذكرش عام قديش بالضبط؟ عام عام 53 من 50 باه جاء بورقيبة لحمد التليلي وقال له برا شوف دبرنا قوموا ثورة ونعملوا كيفاش؟ قال له قوموا ثورة ونعملوا ثورة للاستعمار اي جاء سيك أحمد التليلي اللي ظهر هنا بحكم أحمد التليلي هو الأمين العام تاع الاتحاد قبل وعنده علاقة بال بالعمال بحكم الطبقة اللي باش تقاوم من الاستعمار هي ال سمعوا على الأظهر مشاء فلسطين اي سمعوا بيه صار باه اي جاء سي أحمد التليلي الأظهر قالوا باش تقوموا ثورة ايوه عنده طاوس الله يرحمه وعيته وعنده زوج بنويت اللي هما بنويت وش اسمهم تعرف ايش اسميها مش يمينة 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 أمينة وشكون الأخرى عنده زوج بنويت بركة هو به هنا يدري علي ولا عثمان بعمار يجري يروح بهم من السرس سرس مصعبون سرس لا شيرة الكيف نسمع بها الكيف الدهماني السرس هي روح بها السرس الجيز البيت هي من أصلها من غاد وين شريتي مخل في الجيد مش وصلها غاد شريت يوسف من غادي ايه؟ مشى يسكن من غادي ايه؟ في فريقيا تقول انت في فريقيا في فريقيا في السنة ايه روح بها غادي في السنة في هذا الخشي خشي جبل وحده وحده وما ما حتى حد يوكل قال نوكل في الجيز والدغموس من الحلف تو هو اللي يحكي لكم تو ايه لازر منك ليه معناه مني ليه ولا كده باه قال معنا في نسيجه في عرباط يجوه جزء من التلفان ما من غير ما نسمه الواحد اي يجوه جزء من التلفان يقالوا له ولادها بالصعبة وقوم بصورة وكذا وكذا به كان بحالة مرة قال لهم بحالة مرة غادي كان لما يبحل نهار الاثنين في بيته في عرباط ونسيجه قال لي راقد وربي ما هو راقد جاني قال يا هي قاعد خذ على روحي قال بلوش ديك شغلة في المسجد قال مثل والله تحرك منكم واحدة كان يحوط على كلاب فين فيكم الخير ما تلقتلوش بشير بن زيادة ايه هاي حبت السلاح ثم سد على ورا صحت صحت حبت السلاح صحت برا 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 روح ل
روح ل دم العلق في زنوف. اي تلاقى هو ساسي الاسود. ساسي الاسود. ساسي الاسود. بريزي. اي اي. تلاقى ساسي الاسود سار على ابو حلاب الظاهر. ابو حلاب الظاهر. ابو حلاب الظاهر هذا قواد نتاع لفرنسا. هذا الازهر هو اللي يحكي معنا. ها؟ الازهر الشريط هو اللي يحكيكم في الحكايه هذه. اي اي مالك. تقابل هو. اي اي تقابل هو الساسي الاسود. هو ساسي الاسود سارح على ابو حلاب الظاهر. اي ساسي الاسود سارح على ابو حلاب الظاهر. ويتلاقوا في الجبل. تلاقوا في الجبل. يعطيه الكسره ويعطيه الحليب. هذا الساسي الاسود يعطي الازهر في الكسره والحليب. هكاك. اي. باش معناها نوضحوا ال. برا 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 فهمت يا سيدي. جاتيك الازهر ساسي الاسود قال تكونش معناها فهمت راجل الشجاع. تحاسب على كريت عند ابو حلاب الظاهري. اي. وبس راهم شو قوموا صوروا. هكا هو. مشى حاسب على كريت عند ابو حلاب. كان قود قال ابو حلاب الظاهري راهو نظر شوية هنا. اي. راهو من وقت. قلت له. ليه؟ هاك الحسرة سيدي هاكا هو مشى حسب أهلاه و هادو بتاعهم إن شاء الله قبلوا خنقة مش مو خنقة عيش أنت تعرفهاش خنقة عيش؟ ما يثنيت قابس؟ هاي راهم خنقة عيش؟ أيوة يلموا في الثوار أيوة كل ساعة واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين سامحني تو باش نسلك سؤال. سلاح منين يجيبوا فيه؟ عند المواطنين. عند المواطنين ما هو عقاب الاستعمار عقاب الحرب العالمية الثانية. اي. الحرب العالمية الثانية. خلطنا عليها. اي الحرب العالمية الثانية. الاستعمار فيه في الحرب العالمية الثانية. الناس معناها دبرت فلوسها في السلاح. عندها سلاح. لك ثم ساعة كعب. مقعد اثنين ثلاثة مقعد اثنين ثلاثة جم الخمسين واحد من الثوار من الثوار ايوة قل له ما يقولوا له بس عايزين يقولوا له بس احنا حاطين في عرض الصوان شو مولى العباد ايوة يسعرهم فيه جاء قش الله يرحمه قال راهو الازهر جاي في 50 واحد راهو قال لكم حضروا العشاء اي اي يا سيدي خويا جيت معناها نسيت سرحتي والرجال معناها تتبع في الذبايح قيامة قائمة الحصر سيدي معنا ونسات كسكس في كسكسي فرحين بلزة ايه الثوار جايين معاه فرحين نجو معنا عند زين اختك مغرب ايه مع المغرب طلع قنطرة بورع ايوة وجو قائد غري ثكة بريري قام قام الحصر سيدي تقصر بالليل تعشو انت وقتك قديش عمرك هيك أقل من اللي كنت أقل. قديش؟ تعملش 25 سنة؟ ها أقل؟ أقل. 22 18 سنة. 18 19 سنة كي. إيه. شباب معنا. إيه. يخسر الديل وطيب العقل. ما زلت مش معرس ها؟ ما زلت مش معرس. ما زلت ذر. ما زلت ذر. باه. طيب العشاء تعشوا وكسوا اللحم والتيل. الهند يسيب. من طال الأزهر جات كل اثنين كل اثنين ثلاثة قاعدين تحت بيت كل اثنين ثلاثة قاعدين تحت بيت دل ملوح وسلاح من المسلمين مش عارفين من شميل بالله على الثوار اللي معاه هاي هاي يا سيدي هاي خيو
وسرينا سرينا معنا الغرباء عمه ما سرفوا خرجوا عبادة وهديلة وعبد العزيز هذا اللي خرجوهم من هذا الشيء وثلاث خرجوا معاه خرجوا عمه خرجهم هو وثلاث هبيلة وعبادة وعبد العزيز عبد العزيز خوه ها؟ أيه. وعبادة ولد عمه ولا شكر برجل؟ عبادة من ولد العبادة من ولد عبادة عبادة يحكوا عليه رجل شجاع يس أيه. الحاصل في ذيك هو جينا في جبل فرشنا الحلفة وفي السنة أحزر ورقد منين كان ترجال؟ ثم صباح ما جينا عاد شيء سر بيه هزم ومشى اللي عنده مسلاح سر بيه مثل تقول ما عنده سلاح اللي هري حبش فايقك من ها؟ ما حبش يزكم معه ويش تاني مش نعم صغار ما زلتوا صغار زي لا مش حاطة في صغر السلاح معنا ما عندكم سلاح و صحيح الحاصل سيدي يكا هو سر وروح معنا جبل سعيد سيدي عيش سيدي في معركة سيدي عيش معركة سيدي عيش قداش ماتوا فيها وقتها؟ الله ما يدري في هم قداش من واحد ماتوا فيها 12 تقريبا 12 واحد 12 من الثوار ماتوا ولا أكثر؟ كان 35 قداش حكموهم فرنسا قداش أما حتى هي وقت معركة قوية ياسر أنا وجبل سيدي عيش عامل هكا وهو جاي ها هو جبل كبير ورينا لهنا في الكاميرا ورينا غنشوفوه جبل هكا اي الثوار من هنا اي من الجهة المنغادي معناها اي وفرنسا من هنا من الجهة المنجي باهي اي الحاصل يا سيدي كهو الجندي الفرنسا اللي يطلع يبطون يهز راسه ويعطوه نقر يهز راسه اللي يجي طالع اي ونقر اي اللي يجي طالع يعطوه نقر يجي طالع معركتين في السعيد هذاك باش جت فرنسا جت فرنسا القفص الاثنين الاثنين جت معنا للصلح كان ذاك المعركة اللي كان معنا في سيدي فرنسا غلبت الثوار فرنسا وكسرتهم والله لا يبقى شيء من فرنسا ما تخرجش خرجها هنا خرجها بورقيبه فرنسا خرجها بورقيبه خرجها ثوار تعرف الواحد هزمت هزمها الثوار وكسروها معناها جت للصواب جت للصلح والثوار شكون من الثوار معناها من من العناصر البارزه وقف الوقت هذاك مع الازهر؟ هذا من البطار من لوركس شو اسمه؟ لا نسيت نسيت ما كنت نسيت هاي نسيت الاسم عبيد خوك معاهم وقتها؟ ايوه ليه ما كبر انت ولا هو؟ ليه يكبر؟ كيفاش هو مشى مع الثوار وانت ما مشيتش؟ ها؟ مشيتش. علاش ما مشيتش؟ ما يكتبش ولا خاطر هو هو وقتها متعلم قاري شوي هو اي قاري هذاك علاش هزو؟ قاري خاطر هو نتصور هكاك قاري هذاك هو الحاصل هم يقولوا بورقيبة والأزهر قبل الأصحاب خدعوا بورقيبة خدع الأزهر هم يقولوا الأزهر هو اللي خدع بورقيبة زعم عمل لنا انقلاب يوضح لنا المسألة هذه وضحها لنا وضحها للعباد يتفرجوا عليك لو وش نوضح بورقيبة غدار 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 الأزهر أي هو بورقيبة هو بورقيبة ما غدارش الأزهر بركة راه غدار ياسر من بين الغدار هم ال راهو أهم شيء عام يقوموا بالانقلاب على بورقيبة أي
لازر جانا امام القاسم اليحيوي ويحيى اي عمرها وعم جماعه اللي يعملوا انقلاب على العالميه شبه هذا بو يحيى القاسم بو يحيى اي ورا عمرها اي هو الأزهر قبل شكون يتبع؟ شكون يتبع الأزهر قبل؟ معناها كتنظيم الثوار أكيد عندهم قائد متاعهم ولا حركة ينتموا لها ولا حاجة. ماشي ذي هم يقولوا يتبعوا صالح بن يوسف اليوسفيين جاء الأزهر من تونس ونحن في عرف غير بعض الصور قاعدين عم يحبوا بعض تهيلين وسميدة هذه بعد الاستعمار هذه بعد الاستقلال معناه بعد الاستقلال, بعد الاستقلال. من يزي يعمل بريد بمعنى يحكم على الأرض اي عام قديش هذي 61 كيك اي جي في الأزهر جاء للعاصة الأسوة حال دين جمار وفار قال لهم البيت ما راني عندي هنشير في مزاز البيت عندي هنشير في مزاز البيت اي وعندي غنم اي وعندي البقر اي وراني مش في حاجه لهذا انا قال لهم نهار يجي من ولدي ولدي الجنوب معناها في حفيان وعريان وركب يفحشنا ويجي لولدي ولدي الشمال نلقاه معناها في رفاهيه في 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 كسوة في ايش فيك تتنازل هيك هو الحاصل يا سيدي يا موحد موحد كمل والله لا ما نضحك عليك والله خطيك باهي دو باهي تفسدون الفيلم ما نعملش حتى واحد يخلي كل شيء كيف الحاصل يا سيدي روح سي الأزهر عملوا عليه ما نعرفش قبض عليه بو يحيى قبض عليه بو يحيى قال له روح ما عليك صور روح فيه هيك مكن حرس مكن مختلفة شو حاكمين حاكم الأزهر ما يجيش عليه وين هيجوا وين مات وين مات لحد الآن بالله منين رجع الأزهر وين مدفون وين مات وين وشنو رأيك في المسألة ذي أنت؟ إيش تحب توجه نداء للمسؤولين في السلطة تو اللي يسمعوا فيك؟ السلطة تو؟ إي إيش تعمل السلطة تعمل حد شيء؟ تطلبهم حتى أنهم معناه يسلموا الرفات متاع الأزهر الشريط يدلوا حتى المكان المدفون فيه من يدري عليه أكيد رم عندهم هم معلومات عندهم حتى معلومات وما يدريش عليه حتى واحد هم يقولوا الباشا قايد السبسي عنده معلومات هذاك الوبش الكبير هذاك الوبش الكبير جاء غد الأزهر الباشا قايد السبسي الباشا اللي توا العباد يقولوا سي الباجي الناس كلها تصف قلوا كيلها عاد بوي باه ذاك هو سيدي يعطيك الصحة وبارك الله فيك وإن شاء الله نتقابله في موعد آخر